تمام، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. دي تقريبا يعني الحلقة السابعة من لعبة ملك الفلافل، لو مش غلطان. ده كل مرة يعني اللي حصل سودت كده. ليه؟ يا سلام، سامع السواد. طيب، اللعبة من اولها سودت ما شاء الله، يعني علامة ان احنا ما نكملش فيديو. بس يلا، قبل ما نبدأ، مش هنكتب سبسكرايب شير. هنفتح باكيتات بطاطس، لا من غير امية، مش ناقصة ايه يا كوبي معلم، رايت، مش ناقصة كوبي رايت. وبيصوا بسرعة. ماشي، عصير على كوكا كولا. فين ماشي؟ هذا بعدين ده مهم. يلا بينا. هنا فين؟ ماشي. بسرعة. الأخ هذا مع الأخ هذا، ثلاثة برضو. سلام، مالها صوت الشاورما أحلى والله. يعني هي فيها اعلانات بس ما فيهاش الدبانه الرخمه دي، وده بالذات انا يعني باعلاناتها بحاجاتها، بس دي احلى. يعني قصدي صوت الشاورما احلى. الدبانه دي بالذات مكرهوني في اللعبه باللي فيها. يا بي، استني هتغضبي على انت كمان. كان سندوتش فول وطعميه ده. ماشي، كونا انت ما ينفعش مع نفسك تعمل، يعني املى كل حاجة زي الاخ اللي هناك. يا سلام، ادوس بس عليه يروح مليلي كل حاجة من غير ما اطلب. انا عايز حد يقتل الدبانة دي. ماشي، استنى. بس يا بت، بس بقى ايه كل التلاتات دي في ايه؟ ماشي. واحدة كمان خلاص. ماشي، وانت كوباية الشاي. طيب، انتوا بترجعوا كوبايات ولا بتشربوها ولا بتسقوها ولا مش عارف؟ وده خلاص ماشي. ده غضب على الاخر وما شاء الله. استنى حاجة، معلش يا ابويا. ماشي، كوباية الشاي. اتنين ده بعده. ماشي، كوكا كولا سبايسي. تلاتة، يلا بسرعة. حضرتك ماشي. إملى إملى يا أخرة صبري. بيجي إحنا زي اللي هناك بالظبط. حط يا باشا، حط يا باشا، يلا يا باشا. ماشي، يخرب بيتك وانت خد. ماشي، اشرب. انت تعبان في حاجة؟ ده انت بتشتغلش اساسا، مش هتفرق معاك اوي يعني. موتي بقى يخرب بيتك دبانة. انت غير منين بالظبط؟ حط يا عم، هتستهدف مستفزة. صبان يا رب، يا رب صبان. يا انا لسه قتلك والنعمة، انا لسه قتلك. شغل يا عم، اتروقني انا مش تروق الزباين. خلاص ماشي. فين تاني؟ ماشي، اوكي. بس بقى كده لازم العب بيبي النيلو تاني. كده النهارده الجمعة، هيبقى عدى عليها اسبوع. فاكر انا منزلها الجمعة اللي فاتت. ماشي، اخد سندوتش. اغضبوا براحتكم بقى، ها لما يعدي الوقت باجي.
طيب بقى كده البطاطس. طب اللي يسمع مش رايك بقى يعمل سبسكرايب شير. لسه شغل اغنيه والله، بس انا عارف انا غلطت قبل كده. ماشي بسرعه بسرعه بسرعه. نعم اهم لها من البطاطس ذات نفسها. هي ناقصه يا عم التنجيل انت والمعلم. لا حلو 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 المنيو كده كل ده ماشي. طيب انا مبقتش ملاحق، انا مش ملاحق. عايز مكنة اوتوماتيكية كده ولا حاجة تشتغل معايا. ماشي 2 3 3 ده رقم موبايل. اللي بعده بطاطس على عصير سبايسي. كنت بتاخد كول على الأقل ماشية مع الموضوع يعني. بطاطس بطاطس ماشي. ده كولا بطاطس يوليا يمشي بقى يخرب بيتك. تمام. وهذا الأخ اللي بعده. يلا يلا ده الحاج مات وعجز يا عيني. طيب معلش معلش حاج معلش حاج معلش حاج. حاضر 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 حاضر. هات ده كل الحاج بسرعة يا ابني. شيك شيك املا واملا. استنى يا عم يخلص بقى اسكت. اخرس 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 اخرس. ماشي ماشي يلا املا املا. وانت شاي سندوتش. ماشي ايه تاني؟ والله ما ملاحق يا ولية. استني بقى انا كوباية الشاي. ايه ده انت بتشرب شاي ازاي؟ نفسي افهم انا. الكوباية دي بتتسرق صح؟ هي بتتسرق بتتسرق. امنا امنا بس بقى بس بقى. انت كمان ايه ده؟ ماشي. طيب ايه تاني ايه تاني؟ اللي بعده اللي بعده. ماشي ماشي يلا. هذا الأخ بقى إملا. بصوا هي بتعمل ايه؟ بتاكل بتاكل يعني دبانة بتاكل ساطة. طب ليه؟ يعني دبانة بتاكل ساطة ليه؟ ده لسه ده. ماشي ماشي ماشي. وانت وانت استنى استنى ايه يا ده هيغضب يمشي بقى في داهية. ماشي ناخده من الترتيب. واو املا املا. ماشي ماشي يلا في داهية. اللي يزعل يزعل بقى. ماشي كوباية شاي. هذا الفلوس الأول. حط 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 بسرعة بسرعة بسرعة. شيك شيك حلوة. شيك شيك دي ماشي. وانت شيك شيك. ماشي ايه تاني؟ يلا يلا بسرعة. ماشي طيب اللي بعده حط ده على ده. واحد عصير. وقت البنات الرخمة دي. ماشي يا ولية اسكتي بقى اسكتي بقى صوت. ماشي انا تايه والله مش فاهم حاجة. اسطورة الشاورما فيها تسهيلات عن كده ولسه في حرامي وشحات في اللعبة دي. ماشي ده خلصنا. يلا في 60 داهية. مش عايز اعرفكوا تاني. اغضبوا بقى اشوف. اغضب كل يا اختي بهنا والشفا. نهاية اليوم بقى نعمل لنا كوباية شاي ولا حاجة كده. يا سلام يا سلام. تا 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 تار.
احلى احلى صوت ده في اللعبة. طب كيف كده؟ هو فيديو صغير، ما في ذات الاشياء يعني، الناس بتتفرج عليه اخرها، ما فيديو صغير. فرب يكون الفيديو عجبكم، اهم حاجة مش تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب شير. 35 هو لسه كتير في اللعبة دي، ف مش يعني ممكن كنا نلعبها بس هي يعني مثلا افرقوا على الحرامي والشحات ونكمل في الاخر، حد مثلا لو اوصل للنهاية فقولوا لي عاوزين نكمل الفيديوهات مع بعض، ولا اوصل الحاجات المهمة بس يعني، عشان كده هتبقى سلسلة طويلة قوي. قولوا لي بتعجبكم، يلا اشوفكم حلقة جديدة، سلام.